الرحيم، إذا دائما صحيح سلسلة 80 درس المقادير الفيزيائية المرتبطة بكمية المادة الكتلة والضغط والحجم، وصلنا الآن لتمرين 14 من السلسلة المتعددة. وكتقول يتكون الخل من الماء أكثر من 90% وحمض الإيثانول. إذا الخل كتكون من الماء أكثر من 90% ومن حمض الإيثانول. توافق درجة الخل كتلة حمض الإيثانويك دي الصيغة CH3CO2H، إذا حمض الإيثانويك صيغة دي CH3CO2H الموجودة في 100 غرام من الخل، وهي تكون على سطح صلب بين 6 و 8. لذلك نصنع درجة الخل على شكل كفاءة، كفاءة كتلة حمض الإيثانويك في 100 غرام من الخل، يعني القاعدة كتكون من 6 و 8. إذا قلنا درجة الخل هي 6، لكن قلنا كل 100 غرام من ذاك الخل فيه 6 غرام ديال حمض إيثانويك. إذا قلنا مثلا الخل درجة ديالو 7، كاين قلنا كل 100 غرام من ذاك الخل فيها 7 غرام ديال حمض الإيثانويك. هذا اش كنعنيو بدرجة الخل. علمنا أن كثافة الخل تساوي تقريبا 1، إذا كثافة الخل د كتساوي 1. أولا احسب الكتلة المولية لحمض الإيثانويك، إذا هذا سؤال بسيط حساب الكتلة المولية قلنا هي إن كبيرة وحمض الإيثانويك الصيغة ديالو هي دي CH3CO2H. نقلنا هذه الجزيئة الكتلة المولية هي مجموعة ديال الكتل ديال الذرات، الكتلة المولية ديال الذرات اللي كيكونوها. إذا قلنا هذه كتكون من الكربون من الهيدروجين والأكسجين اللي كاينين فيها. إذا الآن ديال CH3CO2H غتساوي لنا الكتلة المولية ديال الكربون، شحال عندنا من كربون؟ واحد جوج. إذا جوج في الكتلة المولية ديال الكربون. الهيدروجين اللي هنا ثلاثة مع هذه هي 4، إذا زائد 4 في الكتلة المولية ديال الهيدروجين، إذا زائد الأكسجين اللي جوج هي جوج في الكتلة المولية ديال O. إذا في المعطيات هذا الكتلة المولية ديال الهيدروجين والأكسجين والكربون، الكربون عنده 12، إذا جوج 12 زائد 4 الكتلة المولية ديال الهيدروجين هي 1 زائد 2 الكتلة المولية ديال الأكسجين هي 16. هكا كتبقى المجموع هو 60 غرام مول مول زر. هذه الكتلة المولية ديال الحمض الإيثانويك CH3CO2H. ثانيا واحد جوج غنكون نحسب كتلة حمض الإيثانويك في واحد لتر من الخل ديال الدرجة 7. إذا قالك احسب كتلة حمض الإيثانويك في واحد لتر من الخل ديال الدرجة 7، إذا شنو قلنا حنا درجة الخل اش كتمثل؟ درجة الخل كتمثل كتلة حمض الإيثانويك اللي كاينة في 100 غرام من الخل. يعني هذا الخل اللي عندنا هنا الدرجة ديالو هي 7، كاين بان 100 غرام من هذا الخل فيها 7 غرام ديال حمض الإيثانويك. غنسولنا هنا بما أن درجة الخل هي 7 درجات، فهذا يعني أن كل 100 غرام من هذا الخل تحتوي على 7 غرام من حمض الإيثانويك. مزيان. إذا شحال عندنا ديال الخل؟ عندنا 1 لتر. إذا ما أنا عارف شحال كاين في 100 غرام. شنو غنديرو الآن؟ غنحاولو نشوفو هاد 1 لتر شحال الكتلة ديالو. إذا غندوزو غندوزو بالكتلة الحجمية. الكتلة الحجمية ما عندناش، ولكن عطينا الكثافة. إذا كتبنا الكثافة كنحدو الكتلة الحجمية، وإلا حدنا الكتلة الحجمية نقدرو نحدو الكتلة ديال شي حجم معين من شي مادة. إذا قلنا أن كثافة الخل هي د تساوي 1، فإن كتلته الحجمية هي رو كتساوي، إذا قلنا الكثافة إذا درنا لها الوحدة غرام على سنتيمتر مكعب كتولي كتلة حجمية، شي شنو الضف؟ فهي 1 غرام لكل سنتيمتر مكعب، والسنتيمتر المكعب هو المليمتر.
ومنه فإن كتلة واحد لتر من الخل هي M كتساوي ما رو V، يعني علاقة بين الكتلة والكتلة الحجمية هي رو كتساوي M على V، ولا M كتساوي ما رو V. إذا كتساوي ما رو قلنا هي 1 غرام للسنتيمتر المكعب، إذا قلنا هذا الحجم هذا فناخذه باش، بما ناخذ هذه بغرام للسنتيمتر المكعب، إذا ناخذها بمليلتر، إذا 1 لتر هو 1000 مليلتر، إذا رجعنا هي 1000 غرام. إذا هذه الكتلة ديال باش ديال إطرود الخل، هذه الكتلة ديال إطرود الخل، إذا حنا إطرود الخل كيوزن 1000 غرام، وحنا كنعرفو الآن بما أن درجة الخل هي 7، فكل 100 غرام فيها 7 غرام ديال كل 100 غرام ديال الخل فيها 7 غرام ديال حمض إطارويك، إذا 1000 غرام شحال يكون فيها؟ نقدروا نديروا الطريقة الثلاثية بكل بساطة، إذا لدينا 1 ولا 100 غرام من الخل فيها 7 غرام ديال حمض إطارويك، إذا حنا عندنا 1 لتر اللي الكتلة ديالو هي 1000 غرام، عندنا 1000 غرام من الخل شحال تكون الكتلة ديال حمض إطارويك كاينة نسميها M ديال سي أش 3 سي أو 2 أش. إذا الطريقة الثلاثية شنو هو الخل؟ الكتلة ديال حمض إطارويك اللي عندنا في 1 لتر من الخل هي 100 7 على هي 1000 7 على 100، إذا M ديال سي أش 3 سي أو 2 أش كتساوي لنا 1000 7 على 100، إذا نختزلو هادو غتبقى لنا هي 70 غرام، إذا في هاد لتر 1 لتر من الخل عندنا 70 غرام ديال حمض إطاروي كاينة فيه. ثانيا جوج جوج قالك استنتج التركيز المولي في هذا الخل، إذا التركيز المولي شتو في السنة الماضية شنو هو؟ التركيز السلبي هو كمية المادة المذاب على الحجم ديال المحلول اللي كيتواجد فيه، بالحساب التركيز المولي لحمض الإطاروي في المحلول، لأن نعلم أن C تساوي M على V، إذا شكون هو النوع اللي ذوبنا الآن؟ هو حمض إطاروي، لأن M ديال CH3 CO2 H، إذا شحال كاينة في داخل شنو هو في حنا؟ بأن في طرو في لتر الماء عندنا 70 غرام، إذا ما عندناش حنا كمية الماء عندنا الكتلة، إذا غنديرو نعوضو هاد M بالعلاقة ديالها، إذا نعوضو لنحدد كمية مادة حمض الإطاروي، إذا الآن ديال سي أش 3 سي أو 2 أش كتساوي لنا الكتلة ديال الخل على الكتلة الكتلة ديال حمض الإطاروي اللي كاينة في واحد لتر من الخل على الكتلة المولية ديال حمض الإطاروي سي أش 3 سي أو 2 أش، إذا نغير كمية المادة هذي نعوضوها بهذا الشيء. نتعودوا على نخدموا بالتسلسل، ما عندناش نحسبوا على نرجعوا نعوضوا، دابا راكم الاولى بك يعني خصكم تعودوا انكم تعوضوا في العلاقات، دابا نعوضوا هنا اذا السنه تصبح هي ها الكسر اللي كان عندي ها الفي، اذا انا غندير الكسر ديال العلاقه الجديده هو الكتله الكتله الموليه ديال الحمض الإطاروي سي اش 3 سي او 2 اش، اذا الان هذه غنربطها هنا يعني فاش غنهضر في المقلوب غن الفي مقابلة واحد على الفي، إذا غادي M على هادي في واحد على الفي، يعني تصبح هي M على في الكتلة المولية ديال سي أش 3 سي أو 2 أش، إذا الكتلة اللي عند ديال حمض الإطاروي اللي عندي في واحد لتر من المحلول هي شحال؟ قلنا هي 70 غرام، ها هي مقسومة على حجم المحلول شحال هو؟ هو واحد لتر، لأن قالك واحد لتر من الخل، في الكتلة المولية ديال حمض الإطاروي هي 60، إذا هي 7 على 6 تجينا 1.2 جوج مول لتر مول زائد، إذا التركيز هي المول على المتر،